دعونا نبقى مع نقاء الصادق، مراسلة شبكة شام في حلب. أخت نقاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تحية وبركاته. طيبة لك أختي الكريمة، كيف هي تطورات الأوضاع في حلب حتى هذه اللحظة؟ نعم، قامت اليوم جبهة النصرة وجبهة تحرير الشام الإسلامية وحركة الفجر الإسلامية بهجوم على سكنة هنانو، ودارت اشتباكات أكثر من 12 ساعة، وحقق المجاهدون تقدم كبير بفضل الله وسيطر على جزء من السكنة. وهذه نعم، المرة الثانية التي يقود الجيش الحر تحرير السكنة. أيضا كتائب فرسان أهل السنة وجبهة النصرة وكتائب أحرار الشام قاموا بمهاجمة دوار اليرموك، أيضا يقومون بمحاصرة فرع المخابرات الجوية. أيضا تجددت الاشتباكات القوية بين الجيش الحر وكتائب الأسد في محيط حيي سليمان الحلبي والصافور، كما طال القصف الريف الشمالي فسقطت عدة قذائف مدفعية على بلدة أحريتان بالقرب من معمل آسيا. والنظام يدعي الالتزام بالهدنة ولكنه يحارب السكان بطرق أخرى، فهو يقطع المياه الشرب والكهرباء عن حي مساكن هنان وباقي الأحياء المجاورة لليوم الثالث على التوالي، ونفاذ المخزون الاحتياطي من العديد من المساجد والبيوت مما يهدد بكارثة إنسانية. أيضا لازال قطع الماء مستمر بشكل كامل لليوم الثالث على حي الحمدانية، كما قام بقطع المياه عن حلب الجديدة منذ 3 أيام. نعم. نعم، طيب، ألم يلتزم اختقاء الجيش السوري الحر ب يعني ألا يفترض أن يلتزم بالهدنة التي كان من المفترض أن تكون خلال أيام العيد هذه؟ الجيش الحر التزم بالهدنة وأصدر بيان بذلك، ولكن نعم، مع احتفاظ حق الرد إن قام النظام بالقصف أو مهاجمة الجيش الحر، والنظام هو من قام بخرق الهدنة، والجيش الحر هو فقط يقوم بالرد على النظام، ولكن الجيش الحر لم يخرق الهدنة هو بالأول. جميل جدا. طيب، ماذا عن الوضع الطبي بشكل عام وما يتعلق بالجرحى وما إلى ذلك؟ نعم، أحداث حلب تزداد يوما بعد يوم، الحصار يزيد على حلب ومعركة الحسم طالت، لذلك هناك نقص حاد في المواد الغذائية والمواد الطبية وخصوصا المشافي الميدانية، إمكانيات محدودة جدا، لا عمليات جراحية كبيرة أو معالجة أعداد كبيرة من الجرحى، ويوميا يتم قصف عدة أحياء بحلب، والمشافي الميدانية لا تكفي لاستيعاب كل هذه الجرحى. هناك نقص حاد في الكوادر الطبية والأطباء والمواد الغذائية والأدوية. نعم، أخت نقاء الصادق، مراسلة شبكة شام من حلب، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من هناك.